وجاء يوم الانتخابات فتالا، انتخابات مبكرة دعت إليها رئيس الوزراء إنكلاك شينوات كحل للخروج من الأزمة بعد أن حلت البرلمان الشهر الماضي. لكن المعارضة متمثلة في تحالفها المشكل منذ الشهر الماضي تدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات، بل إن معارضين يقومون الآن بالإحاطة وبعرقلة توزيع صناديق الاقتراع كما نرى هنا في الدائرة الحكومية هذه في بانكوك، يمنعون توزيع هذه الصناديق على مراكز الاقتراع، لكنهم بالطبع لن يتمكنوا من منع الاقتراع في أكثر من 90,000 من المراكز الاقتراعية. نتحدث هنا عن 37 إقليما من الأقاليم في الوسط والشمال التايلندي التي تعد من المعاقل الرئيسية المؤيدة للحزب الحاكم. هذه المناطق تتوجه للانتخابات بشكل طبيعي للاقتراع، لأنهم يعتقدون بأن الانتخابات هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة. لكن الأزمة هي في مراكز الاقتراع تتركز في بانكوك وعاد من الأقاليم الجنوب. هذه المراكز الاقتراعية التي لم يتم التصويت فيها على قلتها، لكنها ستعيق وتعرقل تشكيل برلمان وحكومة جديدة، وربما تدفع المعارضة إلى أخذ هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم بأن هذه الانتخابات ليست شرعية وغير دستورية ويجب إلغائها وإعادة الانتخابات بعد فترة بعد عدة أشهر. لجنة الانتخابات في هذا المقام تشعر بأزمة شديدة وبحرج شديد، حرج دستوري وسياسي بين الحكومة التي تريد انتخابات والمعارضة التي تطالب بمقاطعتها وبإجراء إصلاحات كثيرة قانونية وغير قانونية قبل إجراء أي انتخابات. إذن الانتخابات ستجري في الوسط والشمال، ستعرقل في بانكوك وفي الجنوب، وهذا الأمر سيطرح تساؤلات حول شرعية هذه الانتخابات، لأن هناك حاجة لإعادة الاقتراع من جديد في المناطق التي لم يستطع الناخبون أن يصوتوا ويدلوا بأصواتهم فيها. مشكلة دستورية وقانونية ستدوم ربما لأشهر قبل أن تتشكل حكومة جديدة. صهيب جاسم، الجزيرة، بانكوك.